السلام عليكم إخواني أخواتي، معكم معلم زوير. إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم كما وعدتكم إن شاء الله غادي نصوب لكم، يعني نطبقوا أنا وياكم الكمام ديال القميص، يعني اللي كنتو طلبتوا ليا، يعني نزولا عند الرغبة ديالكم والطلبات ديالكم. هاد الكمام هادو يعني كيفاش كيتخدموا، غنوريكم دابا الخدمة ديالهم شويه، وغنوريكم الدريس يعني كيفاش تدرسوا فوقهم، يعني هما كيدير ماشي بحال الطريقه ديال الراند عاديه، يعني كاينه واحد التقنيه خاصه لهاد الراند يعني ديال الاميرات ثنائيه الغرزه. ان شاء الله يعني نتمنى يعني يعجبكم الفيديو وتستافدوا معنا. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ الفتله ديالنا، غادي هانتوما شوفوا انا شاد هانتوما التوب، ما غنشد ما شديتوش واقفه الابره هنايا لانهم مع الخيوط ديال جوهره. الا شديتو من هنا نتوما كتلاحظوا كلشي غادي يتسرسب ليا هنايا واخا داير السورجي، ولهذا كنشدو ديما هكا باش هانتوما واخا كتجبد يعني ماشي بحال اللي كتكون واقفه لي يعني الفنته. هذه يعني ملاحظه مهمه يعني ديروها في الاعتبار ديالكم. من هنا الفوق دابا غادي نبداو على بركة الله. بسم الله، هانتوما غادي نركب يعني الفتلة ديالي، غادي ندير السريفة. دابا غادي نوريكم داك السنسلة اللي كنت وريتكم من قبل في الوردة ديال الاميرات باش تبقاو تطلعو عليها الخدمة، يعني الغرازي ديال الخدمة ديالنا. دابا غادي نبداو في نفس البلاصه، هانتوما درت حبكه، وقبل ما نسد الحبكه ديالي كما عودناكم غنزيد في وسطها حبكه اخرى. لاحظوا مزيان هانتوما عادي بحال نخدم غريزه. هانتوما التوب هنايا هو بدا كينوض، يعني غنحاول معاه يعني باش ما نوصلوش، لان هاد الجوهرة هادي كتنسل دغيا. ماشي مشكل، هذا غادي نقطعو، غندير لها واحد الحل يعني مزيان باش نتهناو، ونجيب المقص. نجيب المقص ديالي، لاحظو مزيان شنو غادي ندير. غادي نقطع، هانتوما شتو انا قطعت كاع داك السورجي، بما ان يعني الخيوط ديال جوهرة يعني بحال بوليستر بحال بلاستيك، يعني ماشي بحال المليفة، ولهذا شنو غادي ندير، غادي نفينيها بحال هكا البريكة ديالي. لاحظتو صافي، دابا ما نخافش عليها كاع تنسل او تفتح، خليت فقط هادشي هنايا هو اللي غادي تطوع هنايا باش ما نقصوش من العرض دراسلكم، يعني غير هاد الشويه غادي نشدو انا في الملاقيه ماشي مشكل. دابا غادي نكملو الخدمه ديالنا. غادي نجي انا نبعد هنايا، وغادي ندير الفن يعني ليبره ديالي، وغنحاول ما نخليلهاش الريوس ديالها هذا خارج باش ما يبقاش يشد لي في الخيط او يديرونجيني في الخدمه. دابا غادي نواصلو كما قلت لكم، درنا غرزه لهاد الجهه، غادي نرجعو بحال هكا نخدمو غرزه يعني الاتجاه المعاكس، هانتوما باش تفهموا، يعني كنخدمو وحده في هاد الاتجاه وحده في الاتجاه المعاكس، وحده من اليمين وحده من عاوتاني في اليسار باش تفهموا. هانتوما غادي نرجع عاوتاني ندير حبكه اخرى بداها يعني اتجاه الاخر، وغنستمر هكا حتى نكمل العدد ديال الغراز ديال التقابيل اللي بغيت باش نطلع الخدمه. دابا مثلا نخدم على 10 ديال الغرازي، فهمتوا؟ يعني هنايا 10 غادي نشد في هذا، باش تكونوا متفاهمين. دابا غادي نبقى نخدم ونحسب في التالي حتى نوصل ل 10 ديال الاماكن ديال الغراز، غادي نكمل الخدمة ديالي ديك الساعة عادي. هانتوما كل وحدة كتمشي في اتجاه كطلع يعني بحال الضفيرة ديال السبولة. هانتوما حاولوا يعني تزيروا لها الغراز، شتو
كطلع يعني شي حاجة مدقوقة، ونيت تحيد علينا داك التمارة وداك العذاب ديال اننا نديرو خيط ونكون نخدمو في الغرازي كيمشي ويجي. دابا الغرازي ديالنا غيبقاو ثابتين في الاماكن ديالهم، هانتوما يعني كنطلع كنستمر بنفس الشيء كما خدمت غرزة معكوسة على هاديك الجي، كنرجع نعكسها عاوتاني بسهولة. هانتوما كنزيد عاوتاني نكمل حيت مازال ما وصلتش للعدد اللي بغيت. هانتوما باش كتحسبوها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، يعني يلا عندي دابا سبعة غنحاول نكمل عشرة ديالي. هانتوما بحال شكل الضفيرة كتجي، يعني كتجي شي حاجة مميزة حتى في الخدمة كتبان. أنا غنوريها لكم في البداية لكم، هانتوما كي كتبان في البداية لكم، يعني كتعطي الشكل ديال الخدمة النيت. شفتو كتجي متماسكة الخدمة هنايا، ما كتبقى لا تطلع لا تهود لا تسرفنا، يعني كتبقى شادة راسها. دابا نكمل عندي لهاد الشيء، حاولوا يعني تركزوا مزيان، يعني وحدة في اليمين وحدة في اليسار، يعني الا خدمتوهم بجوج مثلا غاديين لليمين راه كيضيع لنا الشكل ديالها وما كتبقاش غادا هكا يعني مسرحه، كتجي عوجه، كتجي بحال اللي غادا معوجه كتكمش. يعني باش تردوا البال لهاد القضيه حتى هي مهمه. دابا انا نحسب شحال عندي من مكان الغرز، هانتوما واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، يعني كملت عشرة ديالي. دابا لاحظوا مزيان شنو غندير، غنرد الخيط يعني لهاد الجيه وغادي نبدا بالغرزة ديالي الأولى. شتو دابا غادي نمشي هكا الغرازي، يعني غيمشيو نازلين طايحين. شوفوا دابا شنو غادي ندير، هانتوما يعني درت يعني الحبكة وغادي نزيد، غادي نزيد نصوب لها الحبكة ديالها باش نجمعها. لاحظوا مزيان عطاوها غير شوية الخاطر، هي راه بسهولة يعني غتمكنو منها. هانتوما يعني دابا درت الغرزة الأولى، شتو هي هادي. غادي نجي حداها هنايا، يعني هاد المكان اللي حداها من تحت منها، عاوتاني غندير الثانية. انا نوريكم كيفاش غندير باش نشد خدمتي. دابا غادي نجيب يعني فنتة ولا ابرة صغيرة، لاحظوا مزيان كي كندير كنضربها في الخدية هي الاولى، وكنحاول ما امكن يعني المكان فين غادي نخرج الابرة نخرجها يعني لعند هاد العوينة هادي الاولى اللي شديت فيها الغرزة ديالي الاولى. شتو دابا شوفوا شنو غادي ندير، غادي نستمر يعني عادي، غنحاول ما امكن ندقق يعني الخدمه ديالي بين غرزه وغرزه، ما نخليهمش يعني موسعين بزاف باش تجي البدايه مدقوقه باش تطلع الخدمه ما تطلعش يعني مفسوخه او مشرقه، لان البدايه هي كلشي. هانتوما غادي نستمر عادي نخدم هاد الغراز اللي عندي هنا كلها، نهود معاها يعني وحده بوحده، وانا غادي نهبط لتحت. صافي يعني دابا كلشي مفهوم، انا هبط لتحت يعني وغنرجع معاكم عاوتاني باش نوريكم كيفاش غتقسموا هاد الغرازي ثنائيات باش تفرقوا الخدمه ديالكم. يعني دابا هما كيمشيو بحال الحصيره وحده بوحده، ولكن حنا في الخدمه ديالنا خادمينهم ثنائيات. بحال دابا هكا نتوما كتشوفوا بديناهم فراديين، ومن بعد عاد زوجناهم هكا، يعني درنا فيهم جوج جوج جوج. يعني دابا نتوما تفهموا كيفاش طلعت الخدمه، انا نرجع معاكم ونكملوا. دابا نستمروا عادي، هانتوما هانتوما دابا من بعد ما يعني ما هبطت لتحت
دابا غادي نشد الغرزه ديالي في الثوب وغادي نحاول يعني نشدها قريبه يعني هانتو شتو شنو ندير دابا؟ غادي نزيد الغرزه الثانيه حداها هانتوما قريبه يعني متلاصقين، تخليوهمش متباعدين وتجيكم الخدمه يعني موسعه بزاف. هانتوما كنخدم الغرزه الاولى كما كتشوفوا، انا خدمت الاولى. من بعد شنو كندير؟ كننقز هادي وكنخدم هادي اللي بعدها، وفي نفس الوقت شوفوا شنو كندير، انا كنجبد باش نخلي مكان يعني صغير، يعني دابا باش نطلع الخدمه ديالي. ها نتوما في نفس البلاصه كنزيد الثانيه حداها، هادي علاش بديت بها هنا فرديه باش تفهموا، باش ما تجيش هاد المربعات الخاويين يجيو هنا ديريكت في الثوب، فهمتوا؟ غيجيو منهم للثوب كيجيو خاويين من هنا. انا فردتها لكم من هنا كما درت انا في خدمتي باش تجي يعني شاده راسها حتى للتالي ديالها. كما الفوق هنا نخلي وحده عاوتاني فراديه، يعني تبقى وحده فراديه وحده فراديه هنا واللي في الوسط متزاوجين. دابا لاحظوا كيفاش ندير، ننقز وحده نشد عاوتاني في اللي حداها، غادي ندير تما جوج يعني في نفس المكان كما درت سابقا. هانتوما غنقز هنا عاوتاني، غادي نشد هنايا بحال هكا، نقز كذلك هنايا، غادي نشد هنايا، غادي نخدم جوج في نفس البلاصه كذلك. شفتوا الخدمه ديالنا دابا بدات كتقسم يعني على الغرز على الشكل اللي بغينا. ها نتوما هنايا درنا جوج في نفس المكان كما قلت لكم. لاحظوا دابا شنو غادي ندير، غادي هاني خدمت دابا، خدمت هنا جوج وهنا جوج وهنا جوج وهنا جوج، يعني تمنية. شوفوا مزيان هانتوما، خدمت هنايا وحده وخدمت هنا جوج وهنا جوج وهنا جوج وهنا جوج، هي تمنية. دونك بقات لي وحده ديالي غادي نزيد في التالي، شفتوها هي هادي الفوقانيه. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نجي لهنايا ديريكتومون، لاحظوا مزيان، وغادي نخدم وحدة. شفتو ها هي وحدة ديالي. دابا شنو غادي ندير؟ غنرجع هنايا غنخدم الاولى، لاحظوا مزيان كتبقى لنا حتى هي بحال شكل السلسلة، هي اللي كتمشي هكا في الوجه ديال الخدمة وكما لتحت. يعني دابا غادي نديرو غير وحدة هنا، غنتقلو هنا غادي نعمرو جوج باش غيمشي لنا الحساب 10 في المجموع. هانتوما كنخدم هادو عاديين، كنحاول يعني نصرف الخدمه ديالي باش ما تبقاش غاده وهي كتوسع، يعني كل ما خليت مسافه ديال هاد التنقاز خليتها كبيره راه الخدمه ديالي كتزيد توسع. واخا الغرازي نفس العدد، تبقاو تلاحظوا يعني القضيه وتردوا لها البال، يعني الخدمة إلا كانت مكروزة راه كتعطي يعني حجم ضعيف، ولا كانت يعني مخدومة مرخية أكثر من القياس راه كتعطي حجم مشوه يعني مفسوخ بزاف، وكتعطي عرض يعني ماشي ديال نفس العدد الخدمة اللي كتخدمو. تفاهمنا؟ دابا شنو غندير هنايا؟ هانتوما نقزت ديريكت الغرزة الأخيرة، غادي نحاول نصرفها مزيان. هانتوما دابا شنو غادي ندير؟ غادي نضرب، غادي نحيد بعدا هاد الإبرة لأن الخدمة ديالي يعني مشيت فيها زعما زدت وهي بقات ليا بحال لي بعيدة.
في الحطة. ها نتوما دابا هكا شنو غندير، غنرجع عاوتاني نركب الإبرة ديالي بحال هكا، وهي سرحتها يعني في مكانها باش تعطيني الطوع هنايا باش نهز الغراز ديالي كيما بغيت. لاحظوا دابا مزيان شنو غادي ندير، هانتوما شتو جبت يعني الغرزة ديالي مع التوب حتى وصلت الغرزة يعني لمكانها، لصقات مع التوب. دونك شنو غندير دابا، غادي نزيد الغرزة ديالي عادي الثانية هانتوما، عاوتاني غادي نبدا غير بوحدة دابا، لأن وحدة هي اللي كتكون لتحت ديما هانتوما، وكنسرفها مزيان باش ما تعطينيش هنا الخوا بزاف. دابا عاوتاني كنقز ديريكس لهنا لهاد الجوج، شتو كي صرفتها جبدات هاد الغرزة كانت بعيدة، يعني ديما صرفوا الخدمة في الأول باش من بعد تعطيكم الشكل ديالها طبيعي اللي غتمشاو عليه. وبغيت نقول لكم واحد القضية مهمة، راه يعني الحرير أنا باش كنخدم، راه حرير اللي كتخدموا به كل شيء اللي كيخدم به المغرب كامل، يعني حرير عادي ديال القصبة كنقسمو على جوج شعرات، راني داير في الفيديو من قبل كيما وريتكم، كنقسمو على جوج شعرات وكنبرمو بريم خفيف، لأن البريم إلا كان مكروز بزاف وكيزيد، حنا كنخدمو والفتلة كتزيد يتجمع فيها البريم ديالها وكتزير، راه الخدمة كتجينا يعني مزيرة مكروفة، وكتجينا يعني ما كتجيش مطلوق، ما تجيكمش مطلوقه كما كتشوفوا في هذا القميص. يعني السر في هذا القميص انه طلع هكا، هو ان الفتله انتم كما كتشوفوها انا ما كتفسخ لي ما والو، وراني كنبرم نفس البريم اللي درت لكم في الفيديو ديال البريم. يعني كنشوف شي اخوات كيقولوا لي حنا كنبرمو بحالك ولكن كتفسخ لنا الفتله، بالعكس انا كتبقى هي محافظه على البريم ديالها. لا بغيت نزيد نرخفها كنرخفها، شتها تزيرات كنزيد يعني كنرخفها، شتها ترخفات بزاف كنرجع نجمعها غير ليبره، كندور ليبره في صبعاني صافي كترجع يتجمع الحرير يدور. هو كل ما خدمتو به مرخوف راه مزيان، الحرير كل ما كان مرخوف راه مزيان، كل ما كان مبروم بزاف راه كتخرج الخدمه قبيحه. وحتى في لافابور فاش كيكون هو اصلا مكروز في الخدمه وفي لافابور كانت يعني كتضرب فيه البخار كيزيد يتجمع الخدمه وتكمش، ولهذا كتعطينا واحد الشكل مكروف يعني واخا مدقوقه ومتقونه ولكن ما كتجيش نازله يعني بحال الخدمه عاده لا تخدموها بالخيط مرخوف. هادشي اللي كنقول لكم من الاول، البريم حاولوا تبرموا البريم خفيف، البريم مزير راه كتجي الخدمه مكروفه. دابا انتم وصلت لهنايا كتبقى ليا عوينه، كيبقاو هنا ثلاثه مشروكين كنفرقهم هنا بهاد العين الاولى انتم كما كتشوفوا بسهوله، ها انتم ما كندير لا خيط مساعد لا تبقى تمشي لي فيه الغرازي ويعذبني حتى فاش نجي ندرسو. هانتوما يعني كنخدم براحتي وبسهولة، هانتوما كنمشي هكا يعني حتى النهاية مع الكم ديالي هكا. هانتوما دابا شحال عندي هنايا، عندي واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة مدوبلين شحال كيعطيونا تمنية، والجوج هما عشرة. هذا هو الحساب اللي مشيت فيه في الكم يعني اللي وريتكم، غير الكم اصلا فاش غادي يتدرس راه هانتوما في التدريس فاش كتكونوا كتدرسوا راه كتجبد الخدمه يعني كتعطي العرض ديالها الطبيعي. هانتوما واخا نبغي نجبد دابا في الحديده بحال هكا ما غتعطينيش داك الشكل بحال لي هكا، يعني هذا يعني هانتوما باقي فيه ما يتيره ما مكروفاش، وفي نفس الوقت يعني جايه نازله هانتوما كي كتبان شفتو، يعني حرير بحالها بحال التوب شفتو، يعني الخدمه نازله وحرير. هادشي اللي كنقول لكم، والشكل ديال الدرس انا دابا نخدم معكم شويه وغادي ندرس لكم واحد شويه باش تفهموا يعني وما يتفلت لكم حتى حاجه، واخا انني حاط الدرس المجيف ولكن هنا راني فارقو يعني بغرزات خاويه من بين حبه وحبه باش ما يجينيش متراكم وباش
يتجبد في الخدمة هو براسه ويجبد لي معاه الخدمة لكم، ما يخليها ليش مشربة من راس لكم وتجي مشنق لكم مجيف كما كنشوف شي وحدين كيخدموا الغرازي هنا في التوب، كيبقى لكم وافي مجبد وهنايا كيتصرف لكم بالغرازي ضيقين وبالدرس كيزيدوا.